بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر، فصل في فضل الإمام العادل. فأخبرنا حرملة، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا مالك أن كعب الأحبار كلم عمر بن الخطاب فقال: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال: ما بينهما آية في كتاب الله عز وجل. كعب، يبدو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعاقب أحد رعاياه لأنه لم يستن الطريقة، فقال كعب: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. ويل كلمة في الغالب أصلها كلمة وعيد، والويل يعني خيبة وأمر شديد ينزل على من اتجهت إليه هذه اللفظة: ويل لك. وتأتي أحياناً للإشفاق قليل، وإلا ويحة هي معناها الإشفاق ومعناها التنبيه والإرشاد. وما يقوله بعض المفسرين: ويل واد في جهنم، قد يكون هذا وقد يكون غيره. إنما هي كلمة يتلفظ، إنما كلمة تساق وعيداً وزجراً لمن ارتكب النهي. والمنهي درجات، منهما هو كفر يستحق أن يكون هذا واد من النار أو غيره. فقال: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. سلطان الأرض يعني الموجود في الأرض، وسلطان السماء ما هو قصده معناه أنه سلطانه لا يتجاوز السماوات، إنما أراد رضي الله عنه أن يقول: وجدنا في التوراة أنه مكتوب فيها: ويل لسلطان الأرض ممن هو مرتفع قاهر على خلقه. فعبر بالسماوات عن الارتفاع والعلو والقهر، لأن من كان في السماوات والسماوات محيطة بالكون كله. فهذا معنى ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. لا تظن أن السلطان هناك محصور، سلطانه تعالى محصور في السماوات. الله عز وجل لما ذكر في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إلى أن قال: وهو في السماء إله وفي الأرض إله. ما هو تعدد آلهة، إنما هو إله يعبد كما أنه إله يعبد في الأرض. فقال: وجدنا في التوراة هذه اللفظة،
عمر رضي الله عنه قال: إلا من خاف الله أو اتقى الله عز وجل. جاء بهذا الاستدراك، وعمر ملهم ومحدث. الملهم أن يلقى في روعه كلمة الحق فيصادف ما ينطقه حقا. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدث لكان عمر رضي الله عنه، وفي الغالب ما كان عمر ينطق بالحق فيوافق نزول آية وفق ما تكلم به أو وفق ما أراده. وهنا قال: إلا من اتقى الله عز وجل. قال كعب: عجيب، وجدنا ما هذا الاستدراك، الاستثناء عن الاستدراك، يعني الآية ليست مطلقة كما قلت، لأن من اتقى الله عز وجل لا يقال له ويل إلا من اتقى. قال: هكذا وجدناها مسطورة بين الآيتين. البيهقي أورد هذا تحت عدل الولاة وطاعتهم، فأراد أن يقول أن البيهقي أورد هذا الأثر إرادة، يعني رغبة في أن يبين وجوب العدل من السلطان على رعاياه لا يتعسف فيهم. فقال: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. اقرأ ما بعده. فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال: ما بينهما آية في كتاب الله عز وجل. يا توضيح هذه اللفظة في حلية الأولياء لأبي نعيم أنها هكذا وجدناها في التوراة. نعم. وعن معمر عن عاصم ابن أبي النجود أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث عمالا اشترط عليهم. كان إذا بعث عماله اشترط عليهم. العمال جمع تكسير لعامل، والعامل جمعها أن تقول عاملون، جمع مذكر سالم، فعدل عن هذه إلى هذه الصيغة عماله. والعامل إذا قال هذا عامل الوالي يريد به أنه عهد إليه بأن يقوم بأمر يخصه في هذا الإقطاع الكبير، لأن الخليفة يحكم مدن بعيدة وشاسعة، فيولي العمال كما يوليهم على الأقطار، يوليهم بعض الولايات على بعض المصالح. يقول: أنت في جمع الزكوات، وأنت أمير الجند، وأنت قاضي البلد، هكذا. وكل كان ذاك الوقت، كان ذاك الوقت العامل يقوم بأمور كثيرة، منها الحسبة التي هي وظيفة البلدية وأمانة العاصمة، وظيفته كذلك تعبيد الطرق والنظر فيها، وكذلك وظيفة القاضي أنه يقوم بالحراسة ويعين العمال في تأمين الطرقات ويحكم بين الناس. فكانت الولاية شاملة عامة، يبعث عماله يعني الولاة من تحته كان يشترط عليهم، بمعنى يقول: إنما اخترتك من بين الناس لتقوم بهذه المهمة. شريطة قد يكون الشرط بهذا اللفظ، شرط أن تفعل كذا، وقد لا يأتي بكلمة شرط، يأتي بحرف على أن تفعل كذا، ويأتي أحياناً مقابل أن تقوم بكذا، وهي شروط وإن لم يأتي بهذا اللفظ. والعبارات التي تقوم تفيد معنى الشرط كثيرة. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، بعتك هذه الدار على أن تفعل كذا وكذا. فكلمة على تفيد الشرط وغيرها من الأدوات. فقال: كان يشترط عليهم. اسمعوا هذا الشروط، هذه الشروط من الوالي لعماله. نعم.
ألا تركبوا برذونا. برذونا، البرذون إحدى مراكب أهل الترف دون الخيل، بين الخيل والبغل، لا ينفع للجهاد وليس في سرعته، لكن مشي هذا الحيوان فيه اختيال، ولا يركبه إلا المترفون المرفهون، فقال لا تركب برذون. سنعلم وجه الحكمة في نهي العمال أن يكون مركوبهم هذا النوع. اسمعوا ما يقول: لا تركب برذون، اقرأ ولا تأكلوا نقيا. النقي بمعنى الطعام المنخول، طعام الناس هو البر، البر هو الطعام الرئيسي، والبر حبوب وأنواع، فإذا أطلق في الغالب يطلق على القمح، يدخل فيه الذرة والشعير والبقوليات الأخرى، بعض منها لا تؤكل إلا بعد دهسه وجرشه بالرحى وغيره. ويقول: إذا طحنت البر وأردت الدقيق لا تنخله، إنما تصفيه بفيك بالهواء فيطير منه ما يطير ويبقى ما يبقى. لا تأكل نقيا، لم يأكل صلى الله عليه وسلم، لم يرى الطعام النقي بهذا المعنى، ما كانت غرابيل ومناخل في ذاك الحين. ويقول: لا تأكل نقيا ولا تركب برذونا، هذا اشرطه عليهم. نعم، اسمعوا ما بعده: ولا تلبسوا رقيقا. الرقيق معناه الثياب الخفيفة، عكسه الثخين، ما هو الغليظ. فلما قال لا تلبس رقيق، أي لا تلب، لأن الرقة في الغزل وفي النسيج ذاك الحين قبل وجود الآلات إنما ينتجها من يتصنع ويتكلف في إخراجه، فبدل ما يخرج الثوب بسماكته يفعله في يومين، فإذا كان رقيقاً لا يصنعه في أقل من أسبوع أو 10 أيام. فيقول: لا تلبس رقيق، لا تلبس من تلك الثياب الرقيقة التي تكلف صاحبها فيكون ثمنها أغلى ولا يلبسها إلا سرات الناس. نعم. ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، هذا شيء آخر. نتكلم عن الأولى، نهاه أن يأخذ المركوب الراقي، ونهاه أن يأكل الرقيق اللين من الطعام، ولا يلبس الفاخر من الثياب. ليس هذا تحريم يا عبد الله، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا والبسوا ما شئتم من غير إسراف ولا مخيلة. إذا ما فيه إسراف، بذل أموال وكلفة ومشقة في الحصول عليه، ولا فيه كبر وخيلاء وزهو، البس كل ما شئت، البس ما شئت. قال عمر هذا رضي الله عنه لأن هؤلاء عمال. العامل إذا ركب أفخر مركوب ومشى أمام الناس، في الغالب الناس تصد عن السماع له. العامل لما يأتي العادة أنه يؤخذ ويطلب من عهد فيه شجاعة وأمانة وإخلاص، شجاعة للإقدام، وأمانة أنه يؤدي ما طلب منه، وإخلاص يكون فيه نصح لله عز وجل. هذا إذا تولى الولاية وأكل الرقيق اللين من الطعام وأنس به، في الغالب الطعام يا عبد الله إذا كان من نوع فاخر، سيما اللحم وأنواعه، يحدث
للآكل إذا استمر عليه نوع من ضراوة. الضراوة يعني شدة الرغبة فيه إذا فقد، كالذي يشرب المسكير ويأخذ شيء من هذه المغيبات أو يتناول الطعام فيستسيغه ويستحسنه ويلبث عليه مدة يعجز عن الانفكاك عنه، فإذا فقده يطلبه بكل وسيلة. قال: لا تأكل هذا النوع، لأنك لو ركبت البرذون وشاهدك الناس لقالوا: من أين له هذا؟ كيف تحصل عليه؟ فتلحق التهمة. ولذا لا ينبغي يا عبد الله لمن تصدى للناس بوعظ أو تصدى للناس بمشورة أو طلب من الناس فعل شيء لا بد أن يكون هو الأول امتثالاً، تلك النصيحة أول امتثال لما يطلب من الناس فعله، وإلا الناس لا تقبل. هكذا شأن الناس، يعني العادة أنهم ما يقبلون من رأوا أنه يتميز عنهم. العامل إذا فعل هذا، عامل الوالي إذا فعل هذا، في الغالب لا يأنس إلا بفعله، وهو يعطى رزق من بيت المال، احنا نسميها أجرة وراتب، في ولايات يستحقها الوالي، فإن كانت الولاية دينية كالقضاء والحسبة والأمر بالمعروف والإفتاء والتدريس ما يقال يأخذ راتب وأجرة، لأن هذا ما ينفع. لما تقول أنت أم الناس ولك راتب، يعني كأنه يقال أنا لا أصلي لكم إلا إذا دفعتم لي. لكن لما يكون رزق يسموه رزق، الرزق هذا يؤخذ من بيت المال. يعني يا عبد الله تفرغ لهذه الولاية، فإذا تفرغت لها معناه لن تستطيع العمل، وأنت تعول أسرة فيها ناس أنت تمون عليهم ويطلبون منك إحضار معيشتهم، فإذا قطعنا عنك السعي في مصالحهم نحن نؤمن لك رزقا، فيكون له رزق من ذلك. لكن تقول لك أجرة، ما تنفع الأجرة، ولذا ما يتخذ المؤذن أجرة ولا الإمام أجرة، وإن كان الناس هكذا إن لم تدفع ويكون الدفع جزيلا ما صلى بك. ولذا الذين يأتون في التراويح صلي بنا يقول كم تدفع، هو لم يقل ذلك لكن يعرض عليه، فينظر في هذا العرض هل هو ينافس العرض السابق يساويه أو لا يساويه، وإلا ما صلى لهم. كيف تصلي وراء إنسان يرى أنه إن لم يدفع لم يصلي لك؟ كيف أنت تمعن فيها فقها تجد هذا كالذي يقول إن أردت مني حج بدل لا يقل عن كذا من المئات أو الآلاف، وإلا ما حججت، ويقول لا أقرأ عن ميتك لمن يجيز القراءة عن الميت، إن ما دفعت كذا ما قرأت. يا عبد الله ما قرأ القرآن إلا لهذا المال، وما حج عنك إلا لهذا المال، ولا تولى هذه الولاية إلا لهذا المال. أين الإخلاص؟ الحج يا عبد الله أن يكون خالصا لله، لبيك اللهم لبيك إني استجبت لدعوتك راغبا فيها، هذا يقول له كم تدفع، فهمت هذا؟ فقال هنا مركوبك يكون كأحد الناس، ولباسك لا يكون من الفاخر، وطعامك لا يكون طعام اللين الرقيق. أما الأول كما أخبرناكم، كما أن ركوب البرذون وركوب المركوب الفاخر يدفع الناس أنه لا يقبلون القول بسهولة، يورث في صاحبه في الراكب هذا نوع من خيلاء ونوع من شيء فيه تعال على الناس. اللي ما ابتلي يحمد الله، ما أدري، ترى هذه النفس عجيبة. أنت إذا
أخذت شيئا مما تتميز به عن الناس، انظر في حالة نفسك. لو لبست لباس جديد وهو مشروع من اللباس الذي أباحه الله وأجازه، لكن علمت أنه ليس كل أحد يقتنيه، إنما بعض الناس، وأن الله ابتلى عليك بهذه النعمة، قليل من يتمالك نفسه. هذا الزهو وهذه الأريحية في النفس قد ما تظهر، لكن هي خفيفة. وتجد الرجل إذا تكلم تكلم عن عزة: يا عبد الله اخرج من بيتك نظيفا بعد أخذك الاستحمام، وخذ شيئا من الطيب، واخرج إلى الحفل المدعو إليه. الحفل ما نصب لأجلك، لكن أنت عضو، أنت أحد المدعوين، وتكلم مع الناس. اخرج مرة أخرى في غير هذه الهيئة، نظيف لكن ليس بطيب، لم تتطيب، وليس ذاك اللباس. ألا ترى أن خطابك للناس في الحالين يختلف؟ الأول يتعالى صوتك وتدخل أنت مقتحم، ترى أنك صاحب مكانة ولك قوة وعزة. العزة ما جاءت من الله عز وجل، هي عزة مدفوعة من الثياب ومن الأصل كذا، هذه ترى يجدها الإنسان. ولذا يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. تعرف معنى تثبيتا من أنفسهم؟ هو أن أنفق في سبيل الله، وذاك ينفق في سبيل الله، لكن هذا أنفقها طيبة بها نفسه، ذاك ينفقها والله أعلم، يتردد المال كثير، وهذا الذي أنفقته نصفه والذي يبقى، وإذا أخرجها يؤنبه نفسه لا تفعلها مرة أخرى، أو أكفف يدك عن الإنفاق مدة أسبوع حتى تعوض. يحسب حسابات، والشيطان له مداخل كثيرة. أما ذاك أنفقها لا لأجل أن رصيده في البنك بالملايين والآلاف، ما عنده هذا، وأنفقها لا لأنه سيرث ميراث، وأنفقها لا لأنه وعد بأن صفقته سيربح فيها كذا، ما عنده شيء من هذا، لكن أنفقها ثابتا من نفسه، صادقا بموعود الله عز وجل أن من أنفقها في سبيله سيخلف ما أنفقه ويعوضه الله. أنفق وواثق بفضل الله وتعويضه، وذاك ما عنده هذا الوثوق. عرفنا هذا؟ هذا الذي خرج بزينة الثياب الطيبة مع كذا، ورأينا هذين الموقفين. جرب هذا يا عبد الله في نفسك تدرك هذا. واضح هذا؟ هذا الذي خرج الذي طلب عمر رضي الله عنه من ولاته كذا، أن الناس إذا رأوا أنه فرق كبير بينه وبين ذاك، إما الشيطان يوعز في نفسه لن يسمع لك كلام بعيد عنك، أو غير ذلك من الخيالات الشيطانية. لكن إذا ظهر في لباس نظيف طيب ليس فيه فارق كبير بين الولاة، فيكون كذلك. أنت إذا رأيت إمام المسجد أو فلان صاحب الفتية خرج في لباس، لو سعيت في اقتنائه فترة طويلة عجزت عن تحصيل ثمنه. إذا أخرج كلامه ما لا يقع في القلب ذاك الموقع. ورضي الله عنه قال لعماله: اعملوا كذا لتجدوا من الناس طواعية. ثم قال: لا تركب برذون، لأن المركوب هذا
يفضي إلى النفس نوع من شيء من خيلاء وكبر. ولا تلبس الرقيق من الثياب، لأن بينا هذا. ولا تأخذ اللين من الطعام، لأن إدمانك عليه. والأيام دول، إيش معنى الأيام دول؟ يعني تتغير، مو هو الأيام، الأيام تتغير طبيعتها. وتلك الأيام يعني تلك المحافل والغزوات والهجوم وأحوال الناس دول تتغير، يوم جوع ويوم شبع ويوم سرور ويوم حزن، لا بد من هذه، ما استمر أمر. نعم الله تبقى إذا قيدت بالطاعة، وعلم الله وعلم العبد المنعم عليه حق الله في هذه. الله وعد ووعده الحق، لئن شكرتم لأزيدنكم، ما ينقص أبدا. فإن كان نقص إما ابتلاء لأجل أن يجرب المرء هل استقامته لأجل النعمة، فإذا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإنسان في نعمة لا يدري، فإذا امتحن نسأل الله السلامة. منهم من يعبد الله على حرف، يعني ما هو مستقيم، إذا جاءت فتنة بسرعة زل، كما نشاهده من أحوال الناس. فأرشد رضي الله عنه عماله. أما قضية الخشونة في الحياة وعدم الإرفاه، وأن لا يكون الحياة هكذا دائما في رطب، هذه نصيحته لجميع الرعية، ما هو خاص بالعمال. تمعددوا واخشوشنوا، تمعددوا أي كونوا مثل حياة معد بن عدنان أبو العرب القديم، كانت حياتهم قاسية، أي كونوا في تلك الحياة، ولتكن الحياة خشونة. والخشونة يعني عدم كثرة الترفه، لأن الإنسان مع طول المدة في الليونة يترهل. الترهل يا عبد الله يأكل طيب وناعم، لا بد أن يتربى عليه لحم. هذا اللحم إن لم يكن في يعني إن لم يكن المقصود منه سعي في مرضاة الله عز وجل، وسعي في اقتناء الطيب من الطعام الحلال، وسعي في نصرة من أراد الله نصرته من عباده، تجد فيه لحمه يضطرب ويترهل، ما هو متماسك. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، وإذا وجدت هذا المترهل سيما في هذا العصر عدم الحركة، وإذا رأى مكان وثير رمى نفسه ولا يقوم إلى الصلاة إلا متكاسل، ثم غفلة أهل البيت يحبون الولد يتنعم، يظنون أنهم يحسنون إليه، ما يحبوا يشغلوه، يعتمدوا على الخادم، فإذا أرادوا كذا قال لا أترك هذا، ينازعوننا في أن نقول افعل كذا أو لا يرضون، ما يرضون، دعه كذا يرتاح، فيمتلئ بطنه وعضده شحم ولحم، فيكون هكذا متثاقل، لا يقوم بخدمة كذا ولا يحقق كذا، وهم يرضون من هذه. ولذا تجد سرات الناس وأثرياءهم هكذا أردوا بأهاليهم هذه، ويقول رضي الله عنه اخشوشنوا، لأنه يعلم أنك لن تستمرئ هذه الحياة ولا تقوم بشؤون ما يطلبه الله منك إلا إذا كنت فيك الرجولة وحياة القلب. هذا يسمع الصراخ ولا يهمه، ويسمع كذا ولا يهمه، وينزعج من أدنى جفلة ولا يبقى إلا النوم. وقال واقطعوا الركب
الركب الركاب، إذا أردت ركاب الخيل يضعون مع السرج خشبتين ينتهيان بحلقة، لأن الصعود على الخيل إن لم يكن سلم أو حائط أو مكان مرتفع قل من يعلوه، فيضعون هذا الركاب عشان يضع الرجل على القدم عليه ثم يقفز. قال هذا الركاب اقطعوه، انزوا على الخيل نزوة، اقفز عليه قفز، لا تركب الركاب. قال واتزروا، والبسوا السراويل والقمص واتزروا، يعني خذوا الإزار، لا تكون الحياة هكذا. ورضي الله عنه طلب من الناس ذلك، والطلب طلب إرشاد لأجل أن يصح الناس ويعرفوا ويقوموا. أما إذا طلبت منهم الأكل والنوم كذا، ولا بد من منغصات، لا بد أن يأتي يوم فيه عدو تطلب من هؤلاء يقوم يقاوم عدو. ويقول رضي الله عنه تمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوة. وله نصائح عجيبة ثابتة هذه في صحيح البخاري وغيره. اقرأ يا عبد الله. ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس. هذا الشاهد، البيهقي أورد هذا الأثر الصحيح عن عمر لأجل هذه العبارة، لا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس. إغلاق الباب كناية عن الاحتجاب عنهم. الإمام والوالي ظل الله في الأرض، الظل هو المكان الذي يأوي إليه محتاج الظلال، الملهوف والمكروب ومن أصابه عر الشمس. والوالي كذلك يأوي إليه صاحب الحاجة والمظلوم والمكدوح ومن يريد الانتصاف، فين يذهبوا؟ ما يستطيعون أخذ الحقوق بأيديهم، لابد من ينصفهم. فهذا ظل الله في الأرض، يعني اعتنوا به وحافظوا عليه ولا تهينوه، من أهانه أهانه الله. فلما قال ذلك قال أنتم كذلك أيها العمال لا تحتجبوا عنهم، ما تفعل كما يفعل بعض العمال، تأتي إليه قال هو يتناول إفطاره، تأتي بالحاجة قال لا يأتي إلا بعد الظهر عند اجتماع، وهو له حوائج خاصة، فيتعذر بهذه لأنه له مصالح خاصة فيتغيب. ألا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس. نعم. فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة. حل بمعنى وقع، وتأتي حل هي مقابل وقسيم الجواز ومقابل الحرام، يعني عقوبتكم حلال مشروع، فقد حلت بكم العقوبة. نعم، العقوبة ما يعاقب به المرء على تقصير أو ارتكاب منهي عنه. نعم. ثم يشيعهم أو يشيعهم؟ يشيعهم. ثم يشيعهم، فإذا التشيع بمعنى الخروج معه مراحل، وهذا من باب إكرام المسافر سيما الضيف، من إكرام الضيف بعدما تكرمه وأراد المغادرة تخرج معه إلى الباب أو تخطو معه خطوات خارج الباب. يشيعهم من باب إكرامهم، أنا طلبنا منكم هذه واختصيناكم بها دون الناس لثقة الوالي بهم، فهو من باب الإكرام. نعم، والتنويه كذلك. نعم. ثم يشيعهم، فإذا أراد أن يرجع قال إني لم أسلطكم على دماء المسلمين ولا على أبشارهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، ولكني بعثتكم لتقيموا فيهم الصلاة وتقتسموا فيهم وتقسموا فيئهم فيهم. قال فإذا أراد أن يرجع
بعد ما يشيعهم يقول انتبهوا، أنا ما عينتكم لأسلطكم على، ذكر أربع، يعني هو عينهم ليسلطهم لكن مو على هذه الأشياء، على أشياء أخرى. التسليط بمعنى منحه القوة أن يكون ذا سلطان، واستعمالها في الغالب أكثر على أنه يبعث شيئاً على شيء لأجل إما التعذيب أو القهر أو لأجل النظر والاستقامة وما إلى ذلك. قال أنا ما سلطتكم على أموالهم تأخذوها ولا على أبشارهم تعتدوا عليها ولا على أموالهم تسيلوها، لا، أنا سلطتكم عليهم، أعطيتكم سلطاناً لأجل أن تقيموا الصلاة. إقامة الصلاة مو معنى أنكم تصلوا بالناس، إقامتها أمر الناس بأدائها، من لم يفعل عاقبه عاقبه، وأن تؤدى الصلاة كما فرضها الله عز وجل في أوقاتها بأذان وإقامة، وأدائها كما جاءت به السنة. وتقسموا بينهم فيئهم، الفيئ يعني ما يعود عليهم، وأكثر إقطاعات الناس في ذاك الحين من الجهاد في سبيل الله، وقد يكون أعمال، قد تأتيهم عطايا وغيرها، خراج، الخراج معناته ما يضرب على أهل الذمة من أموال، فإذا جاء قسمها بين الضعاف الفقراء والمساكين والمحتاجين. قال إنما سلطت هؤلاء عليكم ليقسموا بينكم فيئكم ويقيموا الصلاة، نعم، ويحكموا بينهم بالعدل، هذا بضع شاهد آخر، يحكموا بينهم بالعدل. العدل معناه أنه يواسي ويوازي ويساوي بين أصحاب الحق، المظلوم ينتصف منه وينتصف له، والظالم ينتصف منه، ويعطي صاحب الحق حقه، فإذا أشكل الأمر حل الأمر بينهم. فإقامة العدل هو عقوبة الظالم ونصرة المظلوم. والعقوبة يا عبد الله ما جاءت للتشفي، لا ينبغي لهذا، تقيم الحق على الظالم وفي قلبك أنك ترحمه وترأف به. الرحمة والرفقة مو معنى أنك تخفف عنه العقوبة، لا، الله عز وجل يقول فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما قال لا تأخذكم بهما رحمة، لأن هذه رحمة، العقوبة في تكفير سيئات إذا تاب الرجل وأخلص، وتطهير له وإخافة له ولغيره من الاعتداء. الرأفة أنك تدعوك إقامة الحد إلى أن تشفق عليه، والشفقة عليه أنك إما تجلده جلد خفيف أو تختار له من الجريد والأصوات ما ليس كذا، ولو كان غير ذلك لكان شيئا آخر، فأنت تقيم العدل وتريد بهم الرأفة وتريد بهم الرحمة والعدل والعطف، لا لأجل الانتقام، لا كما يفعل بعض الناس يتمنى أنه يفعل كذا ويشمت به كذا. اقرأ يا عبد الله. وتحكموا بينهم بالعدل، فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي. فإن أشكل عليكم شيء، الإشكال يأتي من أمر غامض ما يتبين فيه الحق، وعدم بيان الحق إما لأنها مسألة نازلة لا يعرف القاضي والعامل دليل هذه المسألة كيف يكون الحكم فيها،
أو أنه من حيل الخصوم أنهم لبسوا أمورهم تلبيس حتى لا يعرف القاضي أين وجه الحق من الخصمين أو الخصوم. يقول إذا أشكل عليكم، والشكال بمعنى تغير الأمر والألوان، ارفعوه إلي، يعني إلى المدينة فيها المهاجرين والأنصار وأهل العلم، نحن نقرأه وندرسه ويتبين لنا الحق فنخبركم بما يجب أن يكون. نعم. ألا فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي، ألا ولا تضربوا العرب فتذلوها. ألا فلا تضربوا العرب فتذلوهم. تذلوهم؟ فتذلو العرب كانوا ذاك الحين هم الجند الظاهر، لأن هم اللي قاموا بالفتوحات وهم الذين نشروا الإسلام، فدخلوا في ذلك أفواج الناس، ففيهم عجب وعرب. فيقول هؤلاء الجند الذين بهم استطعتم أن تفعلوا كذا وكذا لا تضربوهم، لأن ضربهم يحدث مذلة، والمذلة قد لا يصبرون عليها، فيهم أنفة وعزة، وأعزهم الله بأشياء أخرى. فقال لا تضربوا العرب، مو معنى لا تضربوا غيرهم، لكن لما كانوا هم المتصدين للأمر، هم القائمين بالأمر في الفتوحات وغيرها، قال لا تضربوهم. وهكذا ينبغي يا عبد الله، إن رأيت في الجماعة من يتقن العمل ويحسنه وفيه إخلاص لا ينبغي أن تكون عقوبته كعقوبة غيره، ما هم خصمان، هذا وحده عمل شيئا وذاك وحده عمل شيئا، ليست عقوبة هذا كعقوبة هذا. يقول صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، يوم يأتيك في بيتك فيطرق عليك طارق فتفتح له الباب فيقول أنا فلان، فتعرفه أنه من أشراف الناس في تلك القرية، فتأتي به الدار ثم تنزله أحسن مقاعد تملكها أنت، وتطلب من داخل البيت أطيب الشراب والطعام فتقدمه له، ثم يأتيك طارق آخر فيطرق الباب فتهش له فتسأله، فتعرفه أنه أحد السوق والعمال في ذاك المكان، فتأتي به فتكرمه، ثم تأتي بطعام وشراب مما تأكله أنت مما لا تتكلف أو لا يوجد. لا تظن أن هذه محاباة وتفرقة بين الناس، لأنهم لو اجتمعوا في مكان واحد لا ينبغي أن تميز أحد عن آخر، لأنه فيه كسر خواطر، هذا لا يجوز. لكن إن جاءك من تعرف أنه عزيز قوم أكرمه يا عبد الله، قد يكون إكرامه يفوق ذلك. يقول لا تضرب العرب، لأن هؤلاء هم عمود الإسلام ذاك الوقت، فلا ينبغي. فإذا عرفنا قصد عمر رضي الله عنه فكذلك يا عبد الله افعل مع من تعرف من أفاضل الناس. نعم اقرأ. ولا تحمدوها فتفتنوها. ولا تجمروها. ولا تجمروها فتفتنوها. ولا تجمروها فتفتنوها. فتفتنوها. ولا تقبلوا عليها فتحرموها فوري. فلا تجمروها فتفتنوها. التجمير هنا يا عبد الله ليست من التجمير وهو وضع الطيب العود على المجمرة لأجل أن يأخذ ما يفيح من ذاك الطيب وتستنشقه، أو أنك تعطر به ثيابك، لا ليس هذا التجمير، هذا يسمى تجمير. ومنه الجمار وهو إزالة النجو، لكن التجمير هنا في لغة الشرع أن هؤلاء إذا ذهبوا للجهاد
لا تغيبهم عن أهاليهم فترة طويلة فيحصل فيه افتنان. أي فتنة؟ يوم يغيب المرء ثم يأكل كأكل الناس. لا بد أن يجتمع ما يدفع الشهوة في صلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر فؤادي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر منيي. ما سمعت هذا؟ اسمعوه الآن. هذا العرب اللي هم رأس عمود الإسلام في الجهاد، يوم يأخذ برا يقاتل، لا تجمره، تغيبه عن أهله كثيرا فتفتنه وتفتن أهله. إذا ما غيبه كثيرا إيش عمل؟ إيش معنى مفهومه؟ ماذا هذا منطوقه؟ مفهومه: أعده إلى أهله فترة واجعل مكانه غيره ثم أرجعه مرة أخرى. عرفت هذا؟ وكذا ينبغي لمن استقدم عمالا ويعرف أنهم دون أهاليهم، فيرغبه أنه يبقى أكثر من سنة، فإذا أمضى السنة قال: سنة أخرى وأزيدك. يعلم أن هذا رجل من الرجال، ويعلم أن هذا له حاجة، يقول: ما علي. وسمعنا هذا يؤويه في الدار لأنه محتاج إليه، ويعلم أنه يتاح له صرف المني في غير طاعة الله في الخارج، يدرك هذا فيتركه. كيف تستحل هذا يا عبد الله؟ تعينه على الطاعة، تعينه على المعصية، ائت به مع زوج له، أو اترك له سراحه ستة أشهر يروح ويرجع. فإن عجزت فأنت تتحمل شيئا من الوزر يا عبد الله. وهكذا ينبغي لمن ذهب في رحلة، الرحلة يعني سفر في طاعة، إما تجارة أو طلب علم أو غير ذلك، ما تتركه أكثر من ستة أشهر يا عبد الله. ولا تجمروا العرب فتفتنوهم. اقرأ: ولا تقبلوا عليها فتحرموها فيرد القرآن. ولا تعتلوا عليها فتحرموها. الاعتلاء عليه بمعنى التعاظم، وأنك لا تلتفت إليهم فتأخذ بعض حقوقهم فتحرموها من حقها. نعم. وجردوا القرآن، هذه لفظة لعلها قيلت في مقام آخر أو في لفظ الله، لكن ساقها المؤلف هكذا. جردوا القرآن، يعني القرآن إذا كتبتموه لا تضيفوا إليه شيئا، لا تضيف إليه حديث ولا لفظ لأجل أن كذا، ولا تعشره، تقول: هذا عشر المقرأ وهذا نصف المقرأ وهذا الجزء الثلاثين ونزلت هذه السورة في كذا. ما كان يكتب هذا إلا النقط فقط، ما كانوا يعرفون رقم الآيات ولا التعشير ولا الأحزاب، كان أولاً ليس هذا. ثم بعد ذلك لما عجز الناس عن الحفظ جاء الحجاج فوضع ذلك، ثم بعده ذلك. أما ختم القرآن في الأخير ووضع كذا في الأولى، ثم ديباجة كتب هذا المصحف فلان وفلان وانتهى هذا، ما ينبغي. جرد القرآن. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: في الوقت الحاضر القاضي يأخذ راتب، وإمام المسجد ويأخذ وإمام مسجد ويأخذ رزقا ويدرس ويأخذ مكافأة إضافية. هذا رجل ملئ غيظا من هؤلاء فأورد هذا السؤال، إلا ما معناه؟ ذكرنا شيئا
ما نعرف أن نزيد عليه. الجالسون فطنوا لهذا، ليش يا عبد الله تتعقب؟ أخذ وسوى وفعل، تشكو لمن يا عبد الله؟ ما ينبغي لهذا، ما ينبغي. نعم. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله أو عمله، هل العمل من صوم وحج وخلافه؟ من فاتته صلاة العصر حبط، هذا في الصحيح، صحيح مسلم موجود، يعني من أهمل العصر إما عمدا أو تفريطا. العمد عرفناه، بعدين لسه نقضيها وننتهي من هذا اللعب، أو تفريط بمعنى أنه يكدح فلما قرب العصر جاله النوم، أكل ما شاء الله والمعدة إذا امتلأت أصاب صاحبها خمول فنام ولم يطلب من أحد أن يوقظه حتى غربت الشمس. يقول صلى الله عليه وسلم: فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه فقد جميع الأهل ماتوا، وكأن أمواله احترقت وذهبت. هذه مصيبة إذا حصلت في العبد. يقول هذا لو علم ما وراء هذا التفريط من العذاب أو شيء لاختار هذا دون هذا. فقدان الأجر مصيبة، وكرواية قد حبط عمله وردت كذلك. وحبوط العمل إنما يتعلق والله أعلم بما قبل الصلاة، لأن العمل لا يحبط إلا بالردة، عمل المؤمن لا يحبطه إلا الكفر. نعم. هل الرشيد من أسماء الله الحسنى؟ ما أسمع، ما أعرف هذا، لا أعرف هذا. نعم. ما تفسير قوله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين؟ الفرح المعني هنا الفرح بالدنيا، الفرح بالدنيا بالمال، فيطغى فرحه إلى أنه ينسى حقوق الله، أو يفرح بالباطل. الباطل كل ما لا ينفعك في الآخرة. انتصر هذا الفريق، حصل هذا كذا، ووجدنا كذا، في أمور لا ينبغي أن يفرح المرء بها فيفرح بها. علمنا أن القرية الفلانية أغرقها الماء، دمرت لأن فيها خصوم لك في منازعات أرض، فتفرح بهذا. الله عز وجل لا يحب هذا النوع من الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.